مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من البرنامج الاخباري تحت الضوء. نستضيف لكم الليله في هذه الحلقه السيده سالكم تسنيده، وهي الرئيسه السابقه والمؤسسه لشبكه الصحفيات الموريتانيات. مساء الخير سيده سالكم، مرحبا بك معنا. مشاهدينا، نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات صباح اليوم بنواكشوط ورشة خاصة بتعميم نتائج لقاء نيامي لصحفيي دول الساحل الخمسة حول الوقاية من النزاعات وترسيخ السلم والأمن ومحاربة التطرف، الذي انعقد شهر أغسطس من العام الجاري. وتمثل هذه الورشة انطلاقا للأنشطة الخاصة بمشروع تكتل صحفيي دول الساحل الخمسة على مستوى موريتانيا. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع سنناقشه الليلة في المحورين التاليين. يعني لقاء نيامي، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه الصحفيون في تعزيز السلم والوقاية من النزاعات في منطقة الساحل؟ مشاهدينا، قبل الدخول في الحوار مع ضيفتنا الكريمة، نتابع وإياكم هذا التقرير التالي ثم نعود. نتائج ورشة نيامي لصحفيي مجموعة الخمس في الساحل حول النزاعات وترسيخ السلم والأمن ومحاربة التطرف هو عنوان هذا اللقاء المنظم من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات. وتسعى هذه الأخيرة من وراء تنظيم هذا الاجتماع إلى تكوين وتأطير الصحفيين وإحاطتهم بمجريات الأحداث والمستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وإرساء السلام. اللقاء تخللته عدة عروض تناولت تقديم نتائج ورشة نيامي لصحفيي مجموعة الخمس في الساحل حول الوقاية من النزاعات وترسيخ السلم والأمن ومحاربة التطرف ومشاريع الأمن والدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس وظاهرة تطور العنف في منطقة الساحل ودور الصحافة والمتخصصين في مكافحة الإرهاب والمقاربة الموريتانية في مكافحة الغلو والتطرف. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. باسمكم نعود فنرحب مرة أخرى ومن جديد من بالأستاذة والسيدة سالكم سنيد، مرحبا بك مرة أخرى سيدة سالكم. نبدأ بتفاصيل حول هذا المشروع، مشروع تكتل صحفيي دول الساحل الخمسة، وخاصة عن مكونة الخاصة بموريتانيا. شكرا جزيلا أختي العزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أريد أن أشكر التلفزة الموريتانية شكرا جزيلا على الجهود التي تبذل في نشر الوعي الوطني بين السكان، وكذلك الدور الذي قامت به في تغطية الندوة التي نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات هذا اليوم حول نتائج لقاء نيامي وتعميمه على الصحفيين الموريتانيين. وأشكر شكر خاص الزميلة من التوم تشوبا التي ترأست الفريق الذي غطى هذه الندوة، شكرا لها على ما بذلت. شكرا بالنيابة من كما أشكر السلطات الموريتانية شكرا جزيلا على العناية التي أعطت لهذه الندوة والحضور المتميز على المستوى الوزاري لافتتاح أعمالها. فلهم من شبكة الصحفيات الموريتانيات ومني شخصيا الشكر والتقدير. شكرا جزيلا لك. إذا نعود للسؤال طبعا عن تفاصيل هذا المشروع. أريد أن أنبه إلى أن هذا المشروع كما قلت انشر عن اجتماع الصحفيين في النيجر، عاصمة النيجر، وقد نجم عنه تكتل صحفيي دول الساحل. ونحن
في ذلك التجمع قررنا أن نعمم تلك النتائج على جميع الصحفيين. ونحن في شبكة الصحفيات الموريتانيات التي كنت أمثلها في هذا الاجتماع قررنا أن نعمم هذه النتائج، ولكننا أردنا أيضا أن نطعمها بالرائحة الموريتانية حتى نبين أن موريتانيا كانت أيضا لها اهتمامات بهذا الموضوع على المستوى الصحفي وعلى المستوى الرسمي. ولذلك سأذكر بالمحاور التي دارت حولها الندوة التي وقعت اليوم. تم تقديم نتائج ورشة نيامي الخاصة بمجموعة الصحفيين دول الساحل من طرفي شخصيا، لأنني كنت أنا الحاضرة الوحيدة في هذا الاجتماع من الموريتانيين. وكذلك قدم اللواء محمد الزناقي والسيد أحمد العلي مشاريع الأمن والدفاع لمجموعة الساحل من مع وهو خبير طبعا عنه لواء وخبير في هذا الميدان. وكان عرضه ايضا محل تقدير واعجاب من طرف الحاضرين، وتعرض خلاله الى الكثير من المساءلات، وكانت ردوده ايضا شافيه. كذلك الموضوع الثالث ظاهرة التطرف والعنف في منطقة الساحل، قدموا زميل محمد محمود ولب المعالي وهو متخصص بالمجموعات المتطرفة والإرهاب في منطقة الساحل. الموضوع الرابع إبراز دور الصحفي المتخصص في الحد من النزاعات ومحاربة الإرهاب، قدمها الكاتب والإعلامي الولي والسيد هيبة، هو أيضا خبير في هذا المجال. الموضوع الخامس هو المقاربة الموريتانية لمكافحة الغلو والتطرف، وقدمها مدير التوجيه الإسلامي الأستاذ محمد رمين والشيخنا والشيخ أحمد. كذلك احنا أدخلنا في هذه الموضوعات، هذا الموضوع الخامس والموضوع السادس حول عن المرأة والسلم المحلي، وقدمتها رئيسة مصلحة بإدارة الترقية النسوية والنوع الأستاذة مما. إذن عنا حاولنا عنا نطبق توصيات نيامي والمحاضرات التي قدمت أثناءها، ولكننا أضفنا إليها مواضيع نراها ضرورية في هذه. بالنسبة ذكريني بالسؤال أيضا. هو السؤال كان عن تفاصيل هذا المشروع، مشروع تكتل صحفي دول الساحل، لنعطي فقط للمشاهد نبذة مختصرة عن الموضوع بشكل صحيح. صحيح، جزاك الله خيرا. فعلا هذا ما نرجوه، والله لعنا مجلسة إن شاء الله نواصل توضيحه في مناسبات أخرى. هو تكتل صحفي دول الساحل طبعا هو هيئة ناشئة ورئاستها سلمناها للنيجر بصفة هي المضيفة، وهي أيضا بذلت جهود في المبادرة أساسية وتولت موريتانيا جانب الإعلام فيها، وما زالت ما زالنا في طور التأسيس. نحن المشروع مدة سنتين، وعلى كل حال بدأ العمل به، لأن هذه الورشة التي نظمت في نواكشوط نظمت مثيلاتها في دول الساحل الأربعة الباقية في شهر أكتوبر، يعني أن البرنامج مبرمج على حسب الشهور، وسنواصل إن شاء الله معه. ومن أهمية هذا البرنامج أنه قرر تكوين 400 صحفي من دول الساحل، وهذه 400 صحفي موزعة على دول الساحل الخمسة. الدول الخمسة. ونحن طبعا وبذلك بمعدل 80 صحفي لكل بلد. ونحن في هذه الورشة اليوم أنجزنا
الفقرة الأولى من هذه التكوينات وهي تكوين 40 صحفي وصحفية حول هذه المواضيع التي ذكرت لكم آنفا. وعلى كل حال هذه مجموعة نيامي وأعتقد أنها أهم بالنسبة لي فيها همشي فيها هو أنها طرحت على دول الساحل أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الصحفي، وبالتالي جعلت أن السلطة الرابعة صح من الصحفي نحن نقول السلطات الأربعة وأن الصحافة إحدى هذه السلطات، ومع ذلك فهي غائبة عن الكثير من المقاربات والاستراتيجيات التي توضع من حين لآخر في مواجهة الأوضاع، وخاصة نرى احنا في هذه المجموعة أن هذه الظروف التي تمتاز بالكثير من التطرف والإرهاب والتوترات في بلدان الساحل لا بد أن يلعب فيها الصحفي دوراً هاماً وأساسياً. طبعاً، لأن دوره هو الدور الأساسي وهو دور التوعية. هذا يقودنا إلى سؤال: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا ممثلة طبعاً في شبكة صحفيات الموريتانيات من خلال موقعها في مسؤولية الإعلام؟ هي شبكة الصحفيات الموريتانيات ستلعب دوراً كبيراً، وهذا ظهر في تنظيمها لهذه الندوة كأول خطوة طبعاً، وستنظم أيضاً ندوات أخرى حول هذه المواضيع المتعلقة بالسلم والإرهاب ومكافحة التطرف ونشر ثقافة السلم، وذاك يعود إلى عدة أمور، منها أن شبكة الصحفيات هي مجموعة من الصحفيات وهي مسؤولة عن كل ما يجري في بلادها، والمرأة الصحفية بالخصوص ينبغي أن تعطي عناية كبيرة لمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم ونشر ثقافته، لأن إحنا في الشبكة نهتم بما يهم المرأة وما يهم المجتمع، ونعتقد أن كل تطرف وكل انزلاق نحو الإرهاب وما شابهه فهو معارض لمصالح المرأة والطفل، ولذلك نسعى دائما إلى أن يكون دور هذه المنظمة فعالا في مواجهة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلم، ونسعى أيضا أن نعدلوها على مستوى الصحفيات وعلى مستوى الصحفيين، لأن نحن في شبكة الصحفيات الموريتانيات نطبق مفهوم النوع، بالتالي بذلك مفهوم النوع ما يمكن أنه يتحقق ما هو بالمزاوجة بين دوري المرأة والرجل وخاصة في ميدان الإعلام. إذن هي هذه المبادرة هدف هو توعية الصحفيين أولا بدورهم وإقناع السلطات في كل بلدان الساحل بضرورة الاهتمام بالصحفيين وإشراكهم في كل المقاربات التي تستهدف الاستقرار والحرية، وإحنا طبعا عندنا ظروف الحمد لله وعندنا نتوفر عن الحريات السياسية والإعلامية عندنا متوفرة، وبالتالي الخاص ما هو المناخ المناخ الخاص هو عندنا نمتلكه احنا الصحفيين لإرادة ونوظفوها في تربية شعبنا بمختلف فئاته على دعم ثقافة السلم وتجنب التطرف وما شكله إلى آخره. جيد، ما هي مخرجات هذه الورشة التي قمتم اليوم بافتتاحها؟ هذه المخرجات هي ستكون طلقة من هذا الإطار اللي احنا كنا نتحدث عنه طبعا. على كل حال ستفتح الباب أمام جميع
الإمكانيات إمكانيات الصحفيين من تكوين ومن إرسال بعثات ومن إصدار أعداد تحقيقات حول الظاهرة نتعرف عليها ونتعرف على خطورتها. حق احنا قط ضربتنا هذه ظاهرة الإرهاب ضربت بلادنا في سنوات ماضية والحمد لله استطاعت عنها تواجههم وتغلبت عليهم وبالتالي يغير بقى فكرهم وبقى أعمالهم اللي إحنا ما يا اللهتنا نقبلوها تبدأ. الوقاية خير من العلاج. هكذا. وذاك يطلب منا فعلاً عن أنا ظاهر لي عن المقاربة الموريتانية عن يا اللهتنا اشرحوها للناس ونوضحوها لهم. وهي مقاربة تزاوج بين القوة والدين وهذا مفيد. هي مقاربة فتنا جربناها في الحوار اللي خلق بين السلطات وجماعة السلفيين حيث عنهم نبحث معهم جميع المواضيع وناقشوا وعادت فرصة لكثير منهم عنه يراجع موقفه في بعض الصلب وإذا يمكن ما هو غريب غير بعد أكثر الناس لكن اللي استجاب والرأي العام أيضا حملهم هم المسؤولية اللي ما استجاب وهذا مهم. نحن معركتنا ندور نكسبوا فيها الرأي العام الرأي العام ومجرد عنا نكسبوا الرأي العام على كل حال لا تنعزل الناس اللي ما تبغي الاستقرار ولا تبغي التفاهم ولا تبغي الحوار ولا تبغي يسيد جو الديمقراطية والحرية اللي الحمد لله هنا اللي نرجو إن شاء الله لأنها تعود ما هي الغالبية. ثم نلح أيضا في هذا على إشراك الصحفيين إشراكهم الصحفي بشكل حقيقي ما هو عنصري. نحن نقول وش من عينا نطرح وش من الشعارات غير ما نتبعه وأنا نختير فهي القضية نعودوا فيها جديين وذاك اللي نطرحه من الأمور كامل نتابعه شراك الصحفيين بصورة فعلية وتعود على كل حال ذي اللي خلق كامل الله مبشر بحضور اليوم الرسمي لا مبشر عن السلطات العليا دور ستعطي قيمة كبيرة لها وخاصة أن إحنا في بلادنا عندها الأمانة العامة للمانة الدائمة لاتحاد دول الساحل وهذا مكسب كبير وهذا هو اللي جانا منهم اليومات إياها تذبونا اليوم الجنرال حمد الزناقي وقطعا عن وجود اليوم نحن شرفنا ونعتنا هو والوزراء اللي معاه عن ذا اللي سعينا فيه حناتي شبكة الصحفيات الموريتانيات عنه مسألة مهمة وعنهم اللي استجابت لمتطلبات المرحلة. إذا كان هنالك ما تودون أن تقولوه قبل أن نختم هذه الختام قرب. أنا نختار من جديد نأكد على ضرورة دعم اتحاد تكتل صحفي دول الساحل ومساعدتهم على تنفيذ البرامج والخطوات اللي فاتوا بدو وهذا يعني نعرفوا عنه مدة سنتين على الأقل سنتين بعد يمكن أيضا يمتد هذا البرنامج وعود برنامج طموح وتقدوا تشاركوا فيه صحفيين كاملين وبالتالي نختار هذا البرنامج يدعم دعم جاد وحقيقي من طرف الصحفيين ومن طرف السلطات المحلية وتعطي مثال لدول الساحل الأخرى وإحنا في النيجر عند منين وفينا الملتقى فعلا جبرنا استجابة عجلانة من طرف وزير الأول هناك واستقبلنا ورحب المبادرة حتى احنا هون مولي الحمد لله السلطات فاهمة ذاك وعاطيته قدره. نختار الصناعة
مولي هذه التوصيات وهذه المحاضرات اللي تعبنا فيها وتعبوا فيها الباحثين والاساتذه وعنها تجتمع وتشكل كتاب يعود يشكل مساهمه شبكه الصحفيات الموريتانيات في هذه الحرب الضروس اللي نقوده كاملين ضد الارهاب والتطرف ونشر ثقافه السلم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتوره سالكم السنيد الرئيسه السابقه والمؤسسه لشبكه الصحفيات الموريتانيه، شكرا جزيلا لك. اتمنى ان شاء الله المشروع دول الخمسه لانه النجاح ان شاء الله يا ربي والتوفيق. شكرا جزيلا لك على هذه الشروح الوافيه. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه، والى ان نلتقي واياكم باذن الله في حلقه جديده من برنامج تحت الضوء. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.